طيب احنا معانا كام خبر كده بيتكلم على بدجي ورمضان صبحي، تعالوا نعد مع بعض. عندك الاهرام ادي واحد، عندك اتنين المسا، وبعد كده خش على المصري اليوم ادي ثلاثة، وبعد كده الدستور ادي اربعة، اربعة من ثمان اخبار. فاحنا هنعلق مرة واحدة على الاربعة. عندك الأربعة دول بيتكلموا على رمضان صبحي وأليو باتشي. طيب عشان بس نوضح القصة للناس، امبارح الموضوع مش تدريب، عشان برضو في توضيح مهم في الجزئية. الأهلي ما يتمرنش يا جماعة، الأهلي بالتحديد كان متابعة، اللعيبة راحوا النادي عشان يبقى في متابعة، يتحط لهم برامج تدريب في البيت تتعمل أو برامج معينة لكل لاعب من خلال الجهاز الفني. فكان في بعض الأمور البسيطة كده في الملعب، يعني بمناسبة تواجد فريق النادي الأهلي. فبالتالي قال لك ايه، ان حصل مشاده ما بين رمضان واليو بادجي، والمشاده دي البعض هولها بشكل كبير جدا، وان الدنيا وصلت لضرب، واللعيبه دخلوا كمان غرف ملابس وجريوا ورا بعض، والناس هولت الموضوع. بعض الاربع صحف دول مثلا هولوا القصه شويه. احنا عايزين نوضح لحضراتكم اللي حصل بالظبط، وهي حاجه بسيطه جدا وحاجه بتحصل دايما في اي فريق في الدنيا يعني، وخصوصا الفترة دي طبعا انت ايه، في فراغ رياضي كده، فراغ في الاخبار الرياضية، فطبعا الكل هيستغل القصة دي للحديث عنها، لان كده كده مفيش اي شغل يعني، مفيش اي حدث رياضي نقدر نتكلم فيه، فالكواليس دايما الناس هتدور عليها. فاحنا هنقول لكم الحقيقة. الحقيقة حصل ايه، ان كان في زي تقسيمة مصغرة جدا، حاجة بسيطة قوي قوي. مع نهاية التقسيمة دي في اخر خمس دقائق تقريبا او اقل كمان، كان في اختلاف في وجهة النظر الفنية في التحرك في الملعب ما بين رمضان واليو باتشي، حاجة بسيطة جدا. الاختلاف عمل يعني ايه زي شده ما بين الاثنين لعيبه، فلاموا بعض بشكل قوي، ويعني الاثنين كانوا زعلانين من بعض جدا، والامور ما تطورتش اكتر من كده اطلاقا. دخلوا غرفه خلع ملابس، تم تصفيه الاجواء، والدنيا كانت بسيطه ومفيش اي حاجه، هي نرفزه ملعب بتحصل. قال لك بقى فايلر لغى المران بسبب المشاده دي. لا ما لغاش المران، هو مران كده كده كان خلاص ناقص له دقيقتين، التقسيمه كان ناقص لها دقيقتين ثلاثه وتخلص يعني. فخلاص حصلت المشاده دي بسيطه جدا جدا، حاجه عابره وبتحصل طبيعي. ده بص يعني ممكن كل تمرينه تحصل حاجات زي دي في الملعب بس وانت بتلعب، لكن العلاقه بره المستطيل الاخضر بتبقى ممتازه، ودايما بتبقى موجوده كمان في التدريبات علاقه ممتازه يعني، عشان ما نعممش الموضوع. لكن بتخلص التمرين الاثنين اتصالحوا والدنيا مشيت ومفيش اي مشكله خالص. البعض هنا حاول يهول القصه شويه، حاول يقول لك ان ضربوا بعض وجري ورا بعض وحشوا ما بينهم وكلام من ده. الكلام ده فيه تهويل كبير جدا، والموضوع كان بسيط وخلص بعديها على طول بعد ما دخلوا غرف خلع الملابس بتدخل بقى جهاز فني لاعبين. ده امر عادي وبيحصل في اي نادي في الدنيا. وتدريبات الاهلي بالمناسبه يا جماعه، خلينا نقول لحضراتكم ان هي مغلقه بقى لها فتره كبيره يعني، حتى تمرين امبارح ده ما يعتبرش تمرين زي ما بقول لحضراتكم، هو كان مجرد متابعه يعني للاعبين، ووضع برامج ليهم عشان يمشوا عليها خلال الفتره الجايه، فتره التوقف. مفيش خالص تدريبات النادي الاهلي خلال الفتره الجايه بالتحديد يعني، لحد ما نشوف ايه اللي هيحصل يعني. فالتوضيح ده مهم لان الناس هولت الموضوع شويه يعني. فبالتالي ما حدش كان شايف اصلا اللي حصل بالظبط برضه.